ايش القصة اللي بدك تحكي لنا اياها اليوم؟ بدي احكي لكم قصة مضحكة شوية. يا سلام، انا بحب القصص اللي بتضحك. طيب اسمعوا يا شاطرين. كان في ست عجوز عندها ابن واحد، وهذا الابن مش ذكي، يعني غبي، وما كان يقوم بواجبه مثل ما كان يطلب منه، وعشان هيك أمه بطلت تطلب منه أي خدمة أو طلب. وكانت هالعجوز فقيرة كثير، حتى إنها كانت تشتغل عشان تطعم ابنها. عارفين شو كانت تعمل؟ شو كانت تعمل؟ كانت تعمل زبدة وتبيعها للناس. إيش رأيك يا ماما أساعدك؟ آه أنا بروح على المدينة وببيع هاي الزبدة وبرجع بسرعة. بسرعة. لا يا ماما، أنت عمرك ما رحت على المدينة ولا بتعرف إيش هي المدينة. ما بهم، أنا متأكد أني رايح أنجح في بيع الزبدة في المدينة. متأكد. لا يا ماما، أنت شو بعرفك في المدينة؟ وبعدين الزبدة هاي هي كل اللي عنا، بخاف تضيعهم. أرجوكي يا ماما أرجوكي، أنا بندل بسرعة على المدينة، وإذا ما بدك تعطيني إياهم كلهم أعطيني نصهم وجربيني وشوفي. جربيني أرجوكي يا ماما أرجوكي. طيب طيب، هات كيس عشان أعطيك نصهم. شكرا يا ماما، شكرا شكرا شكرا. وأعطت أمه الزبدة ودلته على طريق المدينة ومشي. كانت المسافة بعيدة شوي عن المدينة، وفي الطريق شاف صخرة كبيرة كبيرة كتير، وفكر إنه هاي الصخرة هي المدينة. فكر إنه الصخرة هي المدينة؟ أيوة، لأنه زي ما قلت لكم مش ذكي وما بيستعمل عقله أبداً أبداً. وإيش صار يا عمو؟ اللي صار يا نهلة إنه وقف جنب الصخرة وصار يحكي معاها. بتحبي تشتري شوية زبدة؟ زبدة زبدة. بدك تعرفي إذا كانت طيبة ولا لا؟ صدقيني إنها طيبة كثير. على كل، أنا رايح أحط شوية زبدة في تمك وتذويها. تفضلي. إيش رأيك؟ أكيد عجبتك وباين عليكي بدك تشتريهم كلهم. تفضلي، لا تهتمي، ما تدفعي هلأ إذا ما معاكي ثمنهم. أنا جاي بكرة هون وبتدفعي لي ثمنهم. أيوة اتفقنا. طيب بخاطرك يا مدينة، بخاطرك. أما شغلة بتضحك، كل الزبدة كبها على الأرض ورجع على بيته يا عمو. طبعا عمو رجع على البيت. وشو قال لأمه؟ قالها إنه باع الزبدة في المدينة، وسألته عن ثمن الزبدة، فقالها المدينة بكرة بدها تدفع. أمن إشي بضحك بحق. المهم يا أطفال، الولد من الصبح قام وراح على الصخرة عشان ياخد ثمن الزبدة، وأكيد رايح يرجع فاضي. وهون صارت مفاجأة. إيش هي يا عمو؟ صار يحكي مع الصخرة ويطلب ثمن الزبدة، وطبعاً الصخرة ما ردت عليه، لكن هو زعل منها كتير وصار يضرب في الصخرة يضرب في الصخرة حتى دحرجها. وطلع محل الصخرة فوجد صندوق مليان مصاري، حمل المصاري ورجع لعند أمه ركض. شو هذا؟ هدول مصاري عن جد؟ من وين لك إياهم؟ من وين؟ هذول ثمن الزبدة من المدينة. ثمن الزبدة. ثمن الزبدة؟ هذا كيف لو أعطيتك تبيع إيدين وإجرين الخروف؟ مستعد أجيب لك مصاري قد هذول مرتين. قد هذول مرتين. أنا صرت أثق فيك كتير، ومن بكرة الصبح لازم تروح على المدينة وتبيعهم. حاضر يا ماما، حاضر 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 حاضر. وفي اليوم التالي يا شطار، أخذ الولد إيدين وإجرين الخروف وحطهم في كيس من ورق وراح على المدينة. وفي الطريق صادفوه كلاب كتير كتير،
وكانت الكلاب تشم ريحة اللحم جوات الكيس وتلحق الولد، فقام وأعطى الكلاب كل اللحمة. وشو قال لهم؟ قال لهم ادفعوا لي بكرة مثل ما عملت معاي الصخرة. وكيف الكلاب بدها تدفع؟ أما قصة غريبة. الكلاب طبعا ما دفعت، وتاني يوم لحق الكلاب وصار يطاردهم، حتى مسك كلب منهم حمله وراح عند القاضي عشان يرفع دعوة على الكلب. دعوة على الكلب؟ والقاضي كانت حالته حالي، كان إله بنت بتضلها طول حياتها زعلانة وحزينة وبتبكي. كل الكلاب أخذت اللحم اللي معي وأكلته بدون ما تدفع ثمنه، ولما طلبت منهم يدفعوا هربوا مني، هربوا، وظليت أركض أركض وراهم حتى مسكت واحد منهم. بابا أنا متأسفة، فكرتك مش مشغول. لا تقريبا خلصت، تفضل اقعدي. أيوة نعم يا سيدي، لسه ما خلصت. شو خلصت؟ انت ما بدك تمسك الكلاب الأربعة وتعاقبهم؟ تعاقبهم. شو المشكلة يا بابا؟ ايش حكاية الكلاب الأربعة؟ يا ستي، هذا الشاب بدعي انه باع ايدين واجرين خروف للكلاب. للكلاب؟ والكلاب رافضة تدفع الثمن. اسمع يا سيدي القاضي، انا طلبت من الكلاب بكل احترام. أيوة. بكل احترام انهم يدفعوا. ما دفعوا. طلبت من الكلاب تدفع الثمن؟ نعم طلبت، وبكل احترام، ولكنهم رفضوا. هذا اطرف واغرب ايش سمعته في حياتي. انت بتضحكي؟ بنتي العزيزة بتضحك؟ يعني الحزن راح الحزن، انا سعيد. وفكر القاضي انه يطرده قبل ما تضحك بنته، لكن حب يعطيه مصاري مكافأة لكنه رفض، فقال له اطلب طلب تاني. انتوا عارفين شو طلب؟ لا ايش طلب؟ طلب يتزوج بنت القاضي. والبنت صارت تضحك أكتر وتضحك أكتر وقبلة تتجوزه. وبعد فترة صاروا يعلمون ويعرفوا وين الغلط وين الصح، وصار يفهم، وعاشوا سعداء مع بعض، حتى إنه أمه أجت وسكنت معهم، وعاشوا طول حياتهم مبسوطين.